السلام عليكم. اللي مع وصفات مويد ان شاء الله راح نديرو غراتا على السريع، يشبه بزاف هذاك البطاطا اللي راهي دايره حاله في التواصل الاجتماعي. فقط اليوم انا حبيت نزيد لها شويه مواد وتجيب لينا احسن. واش غنحتاج في هذه الوصفه؟ بطاطا. البطاطا تاعي بزاف كبيره، يعني ما حبيتش نديرها دوائر، قطعت الدائره على اثنين. الا كانت البطاطا صغيره ديريها دوائر. عندي هنا كميه تاع سكالوب مقطع صغير، كاس تاع حليب، وحبيبه تاع فرماج. يعني هذو المواد الاساسيه تاعنا. نبداو بالطريقه مباشره. فقط انا راح نستعمل الكوكوط، عملت الزيت وندير شويه تاع الزبده، غادي تستغني عليها بطبيعه الحال، كل واحد والذوق تاعو. وندير هذاك السكالوب، نبدا نحمره مليح. كما نقولوا اليوم حبيت نقلشها شويه هذيك البطاطا، يعني ما نديروهاش وحدها. اذا ندير هذاك السكالوب تبلي مليح. بعد ما تقلى لي هذاك الدجاج ولا هذاك السكالوب، يعني ديري دجاج صدر دجاج ولا سكالوب تاع الدعم ولا تاع الدجاج كيما حبيتي، نضيف عليهم هذيك البطاطا، نكفج عليهم زوج صوص تاع الثوم. التوابل واش راح ندير؟ راح ندير لهم شويه تاع الفلفل الاسود، انا ندير فلفل الكحل. يعني حاجه سهله على السريع، نص ساعه يعني النكهه تاعك تكون هشه. وكي شعلت الفرن تاعي الافونس، يعني راني نقلي والفرن تاعي راه يسخن. نزيدوهم شويه تاع الكركم، عارفه انه اصلا الكركم يعني صحي. اذا نقلي الكل مليح بلا ما ننسى الملح بطبيعه الحال، الملح الخالص تاعنا. اذا نخلي هذاك الثوم امور باش يعطينا يعني البنه تاعو في البطاطا، شبه بزاف بطاطا بالثوم، لكن هذه راح نديروها في الفرن. اذا نقليهم مع بعض. من بعد ما تقلاو لي واش ندير؟ ندير كاس تاع حليب. اذا تبعوني نديرو كاس تاع حليب. هنا نحسوا ان الخليط تاعنا يخصو كميه قليله، يعني نحسب البطاطا اللي درتيها، كاين افراد العائله تاعها كبيره دير بزاف البطاطا، راح تزيد كاس تاع ما. مثلا انا في الحاله تاعي راح نزيد نص كاس تاع ما فقط. اذا نضيف هذاك النص كاس تاع ما، يعني شوفوا كيفاش يجينا السائل، يعني ما يغطيش البطاطا. في حاله انك حبيتي طيبيها في قدر عادي ماشي في كوكوط، لازم تغطي الخليط تاعك بالسائل. بعد نحكم هذاك الفرماج بورسيون ونقطعو عشوائيا. اذا نغلق لاكوكوط تاعي وندير الصفاره. نغلق الصفاره تاعي، شحال نخليها لاكوكوط تاعي غير تبدا تصفر، نحسب لها 10 دقائق ونطفي ونعاود نرجع لكم. اذا الان جات 10 دقائق بالضبط، يعني في لاكوكوط 10 دقائق. راح نفتحها ونشوف. ها هي معنا، شوفوا يعني طابت. الا عملتيها في قدرة عادي تقدري ديريها في قدرة عادي، فقط راح تاخذ لك وقت شويه اكثر، واحد 20 دقيقه فقط. قد ديري السائل غطي البطاطا تاعك. هنا البطاطا تاعنا راهي واجده. من بعد واش ندير؟ حكمت انا امول يدخل للفوغ ونفرغ هذاك الخليط تاع البطاطا. اذا نفرغها هنا، بسم الله. اذا ها هي معنا، نديرها في المول اللي يدخل للكوشه، نسوي لها الوجه تاعها فقط. نديرها اخرى. عندي هنا 3 بيضات، شويه تاع المعدنوس، نبلهم شويه تاع فلفل الكحل. الفوق تاعي راني شعلته من قبل راه يسخن، والملح ما كتوش، ندير حاجه قليله فقط تاع الملح. وندلو شويه تاع لا كريم فريش ولا شويه تاع الحليب ولا شويه تاع لا روت ناتور، حوالي نص كاس فقط، باش الخليط تاعنا ما يجيناش ناشف. تعرفوا البيض يعني ينشف لنا الحاله. اذا ونخلطهم مع بعض. كما سبق وذكرت كريم فخاش حليب ولا ياغورت ناتشور. اذا نخلطهم مع بعض ونديرهم على الخليط تاع البطاطا. اذا نفرغوا على الخليط تاع البطاطا تاعنا، بسم الله. اذا نديرو على الوجه
هاد الطريقه وندخلو للفوق. حبيتي تزيدي فرماج رابي تقدري تزيدي، انا حنخلي بهذه الطريقه على طبيعته. اذا ندخلو للفرن حتى ينشف لنا غير البيض فقط، وتحمر لنا شويه على الوجه تاعو، نخرجو ونعاونولي لكم فيما بعد ان شاء الله. الكراتان تاعنا اليوم هي الوجبه تاع نهار اليوم، هي معنا 20 دقيقه والكراتان تاعنا راه واجد. فقط كي تبداي تقلي في لو كراتان تاعك شعلي الفوق باش يسخن، يعني شوفوا كيفاش جانا والله رجعه روعه، حتى الريحه تاعو يعني بنينه. كما سبق وذكرت تقدري تزيدي الفرماج رابي على الوجه كما تقدري تكتفي كما درت انا. اذا بسم الله ها هو معنا، والله يجي روعه، نتمنى انكم تجربوه خاصه العاملات اللي ما عندهمش الوقت، راح بزاف يساعدكم. جربوا الوصفه والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.